ذكرت في وقت السابق جنابك أن المشاكل في كردستان بالإمكان أن تحل إذا ما أجريت انتخابات نزيهة وشفافة. بصراحة الانتخابات في كردستان هل فعلا يشوبها الكثير من عمليات الفساد الممنهجة سواء من الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني؟ نعم، حقيقة لم تجرى أي انتخابات في إقليم كردستان منذ تأسيس الإقليم سنة 92 لحد الآن في وقتها. لم تجرى أي إلا انتخابات 92 نعم. جرت في وقتها، ولكن كل الانتخابات الأخرى تم تمديد ولايات البرلمان وتمديد ولايات رئاسة الإقليم، وهنالك الكثير من عمليات التزوير في انتخابات الإقليم وآخرها انتخابات على مستوى برلمان كردستان أو حتى على مستوى الرئاسة، على مستوى البرلمان وعلى مستوى الرئاسة أيضا وعلى مستوى الانتخابات المحلية أيضا. ومنذ 2014 مثلا لم تجرى انتخابات مجالس المحافظات لحد الآن. بس هذا بشكل عام لربما حتى في يعني في المحافظات الأخرى ما كانت أكو انتخابات لمجالس المحافظات، يعني لم توجد آخر انتخابات مجالس محافظات جرت في عام 2013، وهذا مخالفة دستورية حقيقة على المستوى الاتحادي أيضا. نعم. ولكن يعني الانتخابات البرلمانية أيضا على مستوى الإقليم دوما يتم يعني تأخير الانتخابات على مستوى الإقليم، وكذلك كما قلت نفس العمليات اللي نشوفها بالتزوير في انتخابات الاتحادية كما رأينا في الانتخابات 2018 اللي أدى إلى الأزمة الموجودة الآن في الحكم على المستوى الاتحادي والتظاهرات اللي نشوفها، نفس هذه المشاكل الموجودة في الانتخابات الاتحادية موجودة في انتخابات إقليم كردستان أيضا.